الحمد سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. ووالله ثم والله، والله ثم والله لينقلبن السحر على الساحر، والله ثم والله لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله ثم والله إنهم يمكرون والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن هناك من يريد أن يجعل الثورة ذكرى، هناك من يريد أن يجعلها ماضي، ونحن نأبى إلا أن تكون حاضرا ومستقبلا، ولن نقبل ببرلمان مزور. جئنا اليوم لنطالب باستكمال مطالب ثورتنا، وإنني أتعجب، هل الثورة هي التي تملي أم أن الثورة يملى عليها؟ إن الثورة تملي، هي التي تقول وتأمر، وعلى الكل أن يستجيب وأن يستمع. ولن يأتي اليوم الذي نجد فيه أنفسنا عبيدا من أناس تركوا مصلحة الثورة ومصلحة مصر، وباتوا يبحثون عن مصالح شخصية. آه يا شعب مصر، من يراهن على الشعب هو الباقي، أما من يراهن على السلطة والنفوذ والمكاسب فليعتبر ممن كان قبله. إن الشعب هو الباقي، وإننا أنتم ليس لنا مصلحة إلا مصلحة هذا الوطن، لا نريد مكاسب شخصية ولا مكاسب سياسية، ولا نريد منصبا ولا جاها، إنما نريد مصلحة مصر. ولن نتفرق بعد اليوم. كفى مصر أن فيها من الشرفاء أنتم، يا من تحافظون على ثورتكم لا تتفرقوا. في الحديث عن أبي ثعلبة رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. فكانوا لا يتفرقون بعدها أبدا، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لوسعهم جميعا.